وعودة إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، وتنضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، يعني تطلعينا على أبرز ما يدور خلال الاجتماع. نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تفاصيل الاجتماع 14 من الحوار الوطني. هذا الاجتماع الذي انتهى منذ لحظات بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة الملفات والقضايا المطروحة للنقاش في المحور الاقتصادي وأيضا المحور المجتمعي، لأنه بنشير إلى أنه يعني خلال الأسابيع الماضية تم التوافق على تحديد ثلاثة محاور الحوار الوطني، هي المحور الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، وأيضا تم تحديد 19 لجنة منبثقة عن الثلاثة محاور. اليوم تم الانتهاء بشكل كامل من الملفات الخاصة بالمحور الاقتصادي، وأيضا تم بداية النقاش فيما يخص المحور المجتمعي. وإذا تحدثنا عن أبرز الملفات فيما يخص المحور الاجتماعي، فاليوم تم تحديد الملفات المتعلقة بالثقافة والهوية، لكن خلال الجلسات القادمة سيتم مناقشة ملفات أخرى تتعلق بالصحة والسكان والتعليم والأسرة والزيادة السكانية. أما فيما يخص المحور السياسي فأبرز ملفاته ستكون المحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، والمحور الاقتصادي سيتم مناقشة فيه التضخم وغلاء الأسعار والزراعة والصناعة. خلال الجلسات القليلة القادمة سيتم الانتهاء من الملفات الخاصة بالمحور المجتمعي استعدادا للبداية الفعلية للحوار الوطني، والتي ستكون للمحاور الثلاثة بالتوازي وليس التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم للمحور السياسي، يلي يوم للمحور الاقتصادي، ويوم للمحور المجتمعي بواقع خمس جلسات في اليوم الواحد. كما أكد لنا أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنية بأنه الحوار الفعلي سيبدأ يعني بعد فترة زمنية قليلة، ولكن الآن بيتم الانتهاء من كافة الجلسات الإجرائية استعدادا للبداية الفعلية للحوار الوطني، مما سيساهم في الخروج بتوصيات بعد انتهاء الحوار سترفع لرئيس الجمهورية لتخرج في شكل قرارات أو قوانين تفيد المجتمع بشكل عام. كانت هذه أبرز تفاصيل، أعود إليك مرة أخرى. أشكرك، شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.